بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم هو حصر الأعداد بين عشرتين متتاليتين، 200 متتاليتين، 2000 متتاليين إلى آخره. الآن في المثال الأول بين عشرتين متتاليتين. عزيزي التلميذ، باش نحصر أعداد بين عشرتين متتاليتين لابد عليك أن تتبع الخطوات التالية. راني ملون مثلا في المثال 19، راني ملون العدد 9. علاش؟ لماذا؟ هذاك العدد 9 غادي يدي مكانها الصفر، صافي تولي 10. كي نحصر بين عشرتين متتاليتين نضيف صفر من على اليمين وصفر على اليسار بهذا الشكل. إذن هذيك 9 تولي 0، 10، ونزيد لها 10 تولي 20. الآن عندي العدد 48. بما أنني نحصر بين عشرتين متتاليتين والعشرة عندها 0 1، لونت هذيك 8. هذيك 8 غادي يدي مكانها الصفر تولي 40، و40 نزيد لها 10 تولي 50. علاه زدت لها 10؟ لخاطرش راني نحصر بين عشرتين متتاليتين، 10، 20 و19 تجي بين 10 و20 محصورة. كذلك 48 هو محصور بين 40 و50. الآن 73، هذه 3 يدي مكانها 0 تولي 70، 70 نزيد لها 10 تولي 80. إذن هكذا راني نحصر بين عشرتين متتاليتين، 80 تزيد على 70 يعني تأتي بعدها. 35 كذلك، هذه 5 اللي راهي ملونه بالاصفر يدي مكانها بالاحمر، يدي مكانها 0 تولي 30، و30 نزيد لها 10 تولي 40. إذن هذا الحصر بين عشرتين متتاليتين. نزيد نروح للمثال الثاني باش تفكر. هنا غادي نحصر الاعداد بين 200 متتاليتين، ونعرف باللي 100 عندها زوج تاع الاصفار، ولهذا هذيك 67 غادي يدي مكانها الصفرين. اذا نقول 800، هاك تشوف ديك 67 راهي راحت ودرت في بلاصتها زوج اصفار. علاش زوج؟ لخاطرش راني نحصر بين 200، مانيش نحصر بين عشرتين. كون راني نحصر بين عشرتين ندير 0 1، بصح الان راني نحصر بين 200 ندير زوج اصفار هكذا. ولو كنت نحصر بين 2000 متتاليين ندير 3 اصفار. هذه اذا نشوفوها في المثال الموالي. اذا 800 نزيد لها 100 الان، ما نزيدلهاش 10 لخاطرش راني نحصر بين 200 متتاليتين بال100. 800 نزيد لها 100 تولي 900. اذا هكذا هذا العدد راه محصور بين هذين العددين. كذلك عندي العدد 964، لونت هذيك 64 بالاحمر. علاش؟ باش يدي مكانها الصفرين تولي 900. 900 نزيد لها 100 تولي 1000، نزيد بال100. 900 نزيد لها 100 تولي 1000. الان عندي 5674 غادي نحصرها بين 200 متتاليتين. في هذه الحاله كذلك نقلع الرقمين هذوك زوج باش ندير في بلاصتهم الصفرين تولي 5600. نزيد لها 100 تولي 5700. إذن هذا هو الحصر بين 200 متتاليتين، مكاش إشكال. كذلك الآن عندي 1328، نحذف 28 ونعوضها بالصفرين. 1300 نعاود هذوك الصفرين لخاطرش 100 عندها زوج أصفار، ولهذا نقلع زوج أرقام وندير في بلاصتهم الصفرين. 1300 وهنا عندي 1400. الآن لاحظ المثال الموالي. أنا الآن باغي نحصر الأعداد بين 2000، والألف كما نعرف عزيزي التلميذ، الألف فيه 3 تاع الأصفار. إذا ولهذا لونت هذيك 867 بالأحمر. علاش؟ لخاطرش هذيك 867 غادي نحذفها وندير في بلاصتها 3 أصفار هكذا. إذا هذا العدد محصور بين 3000، 3000 نزيد لها 1000. خاطش علاش راني نحصر بين 2000 متتاليين؟
3000 تولي 4000. إذن هذا هو الحصر بين 2000 متتاليين. الآن عندي المثال اللي بعده 7964. كما قلت وكما وضحت ونزيد نوضح، هذوك 3 أرقام يدي مكانهم الأصفار تولي 7000، 7000 نزيد لها 1000 تولي 8000. الآن عندي 25674، نحذف 674 وندير في مكانها 3 أصفار تولي 25000. 25000 نزيد لها 1000 تولي 26000. إذن هذا هو الحصر بين 2000 متتاليين. لاحظ المثال الأخير 61000 تزيد بعدها 62000. إذن هذاك العدد اللي راه في الوسط 61328 هو أكبر من 61000 وأصغر من 62000. إذن هو راه جاي في الوسط، هنايا راه جاي بين العددين. الآن لاحظ المثال هذا، غادي نحصر الأعداد بين عشرتين متتاليتين من الآلاف. عشرتين متتاليتين من الآلاف يقصد بها 10000، 10000، وعشرة آلاف فيها 4 على الأصفار، 4 على الأصفار. إذن نحي أو نحذف 4 أرقام ونعوضها بالأصفار، بالذوك 4 أصفار. إذن نقلع هذيك اللي راهي ملونة بالأحمر وندير فيها بلاصتها الأصفار، إذن تولي 30000. 30000 شحال نزيد لها؟ نزيد لها 10000. علاش 10000؟ لخاطرش راني نحصر بين عشرتين متتاليتين من الآلاف، راني نحصر بين بين 10000، بين 10000 و10000. إذن 30000 نزيد لها 10000 تولي 40000. وكون تجي تلاحظ عزيزي التلميذ، هذيك 39867 راهي أكبر من 30000 وأصغر من 40000، ولهذا نقول هذا العدد راه محصور بين 30000 و40000. كذلك المثال الذي بعده، نحي أو نحذف 4 أرقام ونعوضها بالأصفار، 7 تبقى، 7 ما نغيرهاش. إذا 70000 نزيد لها 10000 تولي 80000. وهكذا نظن عزيزي التلميذ راك فهمت المقصود من الحصر. الآن كذلك نقلع ديك 4 أرقام ونعوضها بالأصفار، تولي 28 أو تولي 280000، نزيد لها 10000 تولي 290000. كذلك 61000 أو 6614000 و328، نحذف 4 أرقام وأعوضها بالأصفار، 4 أصفار تولي 61 أو 610000، نزيد لها 10000 تولي 620000. نظن عزيزي التلميذ راك فهمت ما هو الحصر الآن بين عشرتين متتاليتين من الآلاف. الآن نروحوا للتمرين تقريبا الموجود في كتاب التلميذ، وعندنا حصر الأعداد بين 200 متتاليتين من الآلاف. تقريبا هذه التعليمة راهي موجودة في كتاب التلميذ، كتاب النشاطات السنة الخامسة. شو المقصود بين الحصر الأعداد، بين حصر الأعداد بين 200 متتاليتين من الآلاف؟ صافي غادي نحصر هذا العدد بين 200000، يعني 100000 منا و 100000 منا. 100000 على بالك شحال فيها من صفر؟ فيها 5 أصفار. 100000 فيها 5 أصفار، ولهذا نلون أو نحذف 5 أرقام ونعوضها بالأصفار. 3 أصفار ديك 63 نحذفها ونخلي الخمسة، إذن تولي 500000، 500000. نزيد لها 100000 تولي 600000. هكذا، إذن هكذا راني نحصر بين 200 متتاليتين من الآلاف. نعاود 100000 فيها 5 أصفار، نقلع الأعداد حسب 5 أصفار، نقلع 5 أعداد أو 5 أرقام ونعوضها بالأصفار، وراني ملونها بالأحمر عزيزي التلميذ باش تفهم أكثر. إذن 70 أو 700 ألف، الآن 700000 نزيد لها 100000 تولي 800000. وهكذا، وراني مقوي الأمثلة عزيزي التلميذ باش تفهم أكثر. إذن الآن عندي هذا العدد 253,674، راك تشوف بلي راني ملون 5 على الأرقام،
علاش خمسة تاع الأرقام؟ لخاطش راني نحصر بين 200 متتاليتين من الآلاف، والمئة ألف فيها خمسة أصفار. راني نشرح ونعاود باش التلميذ يفهم، يعني كي يدخل عندي في الفيديو إن شاء الله بربي ويشوف الدرس ما يزيدش يسأل أي واحد من هذا الدرس يفهم إن شاء الله بربي. إذن هنايا تولي عندي 200 ألف، نعوض هذه الأرقام بالأصفار، نزيد لها 100 ألف تولي 300 ألف. الآن عندي 861 ألف و328، نحذف الخمسة أرقام ونعوضها بخمسة أصفار تولي 800 ألف. 800 ألف نزيد لها 100 ألف لخاطش راني نحصر بين 200 متتاليتين من الآلاف، إذا كنزيد 100 ألف تولي 900 ألف. إذن وهكذا عزيزي التلميذ أكون قد وصلت إلى نهاية هذا الدرس، ونتمنى إن شاء الله بربي تكون فهمت الدرس مليح مليح. وإلا عندك كاش استفسار أو تساؤل فعليك الاتصال بي، وإن شاء الله بربي نعاود نشرح لك بطريقة أخرى، ربما هذه الطريقة ما وصلت لكش الفكرة. وما ننساش أعزائي التلاميذ الاشتراك في القناة، الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.